البركة قلت له كل الأولاد لك؟ قال لي إيه يعني معظمهم. عبد الرحمن عمر ومحمد نور. الله يسلمك. آخر العنقود؟ آخر العنقود محمد نور. ليك ليك بيضحك. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ كيفك؟ الله يسلمك. خلينا أنا بلتقي بناس يعني كانوا بعرفهم من زمان وقاعدين سوا رايحين سوا، هو بيكون بحياتنا ما اجتمعنا. سيدي الله يجمعنا. كثير هاي ماما بتحصل. اي والله بتحصل. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. خلينا نكون يا رب. جايب الصغار كلهم ولا؟ والله انا والعيال والاطفال. الحمد لله. هو اهم شيء الواحد وقت يفوت على مول او على ايه بيقول قديش بدنا نشتري اليوم. بدها تكون الجيبه مليانه. ايه يعني او انه الميزانيه حاضرة. بصير هيك وهيك. في ناس ما بتقول لك ما بزرع السوق غير معي مصاري، في ناس بتقول لك لا بتفرج بعدين بنقي بعدين بيجي. حسب امكانياته يعني الواحد. انت بتحب تنزل على السوق وتسال كثير بيكون ما معك مصاري بس هيك بيصير؟ بيحصل ايام بسال بس باخذ فكره يعني. عن الاسعار. نعم بعدين بخطط اني انزل انا والمدام واشتري انا. ايه هو هذه هيك الاصول. نعم نعم. في ناس تقول لك خيوم بلا ننزل كلها، ما في مصاري بلا ما ننزل. طيب شو بيمنع الواحد يتفرج؟ يتفرج ما في مشكله يعني، يتفرج ما عليه شيء. يعني مو عيب الفرجه كمان. بس كمان ما بصير انه يتفرج ويشوق حاله بدون ما يكون معه مصاري. لازم يكون معه مصاري. هي اللي بدنا نوصل لها. طبعا. طيب هي القصه يعني بتشوف انت كثير عالم يعني انه. لوتسي كمان. اهلا وسهلا فيكي. شرفي ام عمار. ريحي بالحكي شوي ريحي. بيحكي اكثر منك بالبيت؟ لا انا اكثر. هي اكثر بالبيت بس برا لا بتحكي انت. الله يخليني اياها والله يعني شو ما بقولها بتقلي حاضر يعني. الله يديمكم لبعض. باله طويل وقت اللي بينزل على السوق بتعرفي انه في رجال بيقول لك يعني كثير يعني المشوار ستات هذا، في رجال لا هي حلوه هي ما حلوه بياخذوا بيعطوا بالقصه. لا باله طويل الحمد لله، الحمد لله باله طويل وبيطول باله انه يدور ويتسوق ونقي يعني. ما بتاكلي هم انه هو تضايق بده يروح له؟ لا لا يعني كثير بيهتم بهيك شغلات وبيضل معي يعني مع الاولاد بيراعي شعور الاولاد شو بدهم يعني باخذهم وبشتري لهم. بال طويل يعني هيك. باله طويل الحمد لله الحمد لله. يعني بهذا العمر صار باله طويل ولا قبل من قبل كان؟ لا بالقبل ما كان باله طويل. هلا بيركن الواحد ما؟ امي ها. اهلا وسهلا فيك. الله يخلي لك اياها والله. يلا هلا يعني صرت جد انت بقى مشي. جوزنا اولاد اولادنا الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليهم ويكسبهم الرضا. هلا هو ما بيحكي بالسوق وبيطول باله عليك كثير. بالبيت وقت اللي بده الطبخه بده الشغل بده كذا. لا ما طويل ما له باله طويل ابدا. طاله ما باله رح تخربط. ايه لا ما عنده باله. امتى؟ عند الجوع يا لطيف دغري. وانت بتعملي حسابك يعني؟ ايه طبعا. ايه شوف يعني بدي اقول لك شغله. عند التفاهم بين الزوجين حلو ولازم يكون في تشاور بين الزوجين. يعني انا خطر ببالي شغله بدي اساويها باخذ راي زوجتي بتشاور انا وياها، واذا كان لقيناها مناسبه بنفذها انا وياها، ما لقيناها مناسبه بلا ان كان رايها وان كان رايي. المهم نكون متفقين مع بعضنا. فعلا المرأة أو الرجال بيطرحوا شغلة الطرف الثاني يعني صعب شوي، يكون الطرف الأولاني مو موافق، شاف هذاك مصر بيقول له يلا طيب مثل ما بدك. بمشيها، إيه بمشيها، إيه الحمد لله، بعدين شوي شوي يعني برجع بقنعه فيها، إذا أنا مقتنعة فيها الشغلة بقنعه فيها بتقبلها. طيب جوزتي ابنك على كيفك ولا على كيفه؟ لا على كيفنا نحن اثنين. مو على كيف ابنك؟ لا طبعا باختياره. على كيفكم ثلاثة انتم؟ اي طبعا لكن كمان هو يعني برأيه له رأي له قرار بهالشغلة بيعيش عمر. جوزتي واحد؟
ما عندي غيره. الله يسلمه يا رب. حلو. انا خمس بنات الله يسلم لك، وعمار وحيد الله يرضى عليه، فاتح محلات معاطف عمار الله يرضى عليه. الحمد لله ربنا وفقنا واكرمنا من فضل الله عز وجل. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. طيب هلا وقت اللي بيحاول يتدلل يعني امتى؟ ما في عنا والله يا علي، ما في يعني، ما في دلال، ما هيك والله ما في. لا هو يعني بيحاول الواحد يتدلل بس ما بيطلع بإيده، ما في شيء. سبحان الله، أنا بتدلل عليها وهي بتدلل علي، نحن اثنين عم ندلل على بعض. الشيء اللي ما بيكلف الكلمة الحلوة، ما لا والله طالعة بتطلع يعني. أيوة الكلمة الحلوة طالعة والكلمة ما حلوة. زواج 40 سنة من فضل الله، خمس بنات وصبي الله يرضى عليهم، ومتزوجين كلياتهم. قديش أكثر واحد يقول تقبرني أو تقبريني؟ مين أكثر واحد بيقولها؟ ما في عنا تقبريني وتقبرني ما عنا. يعني أو كلمة قريبة منها يعني يخلي لي اياكي كذا، يا عمري يا قلبي يا حياتي. ايه مين بيقولها اكثر، انت ولا هي؟ هي. الله شفت شلون مرتب اموره. اي والله اي زلقنا هون اخي، هون عم يزلقنا. هلا مبين انتم اثنين بتشبهوا بعض لانكم بتحبوا بعض. الحمد لله، نفس الروح ونفس الليل. ان شاء الله الدهر كله. الله يبارك فيك، خلينا ياكم. سلام، الله يسلمك، باركنا فيكم، موفقين ان شاء الله. شكرا شكرا. خجلانين خجلانين، البنات بيخجلوا والشباب؟ لا الشباب ما بيخجلوا، ما لازم من اي شيء يعني. والله هو اللي بيخجل يعني بيكسبها، ممكن شغلات وشغلات يعني. اشصر الشباب بيعمل حاله انه خجلان، ممكن يمثل. فظيعة هي الحالة بقى، يعني تقعد توقف مع شاب مثلا او بنت او كذا، يعني تروح ساعة ساعة ونص حديث والامور خير، بعدين بيبين غير هيك، فبتحس انه في شخصيات هيك صار في خصوصية هون. حسب يعني، هلا انا بحكي مع بنت بالشارع او انا صاحب محل او انا معامله معامله شغل قصة، غير وقت عجبتني بنت عم اتعب لوصل لها، وعم انا عدد اساليبي من الاول للاخير يعني من بدايتها لنهايتها، اكيد بيختلف. يعني عندك محاولات هيك شيء؟ ما عندي اساليب جذب، إيه؟ مو شغلات ثانيه يعني. لا 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 جذب، نحن عم نحكي بمجال انه كيف ممكن انا اقول الطرف الثاني يقبل لي، فبالتالي بدي اتعب على حالي شوي، بدي اعمل شيء. هلا ما بتطلع هي الحلقه والله، مثلا صورت شي نهار خميس. ايه فانت بدك تقول انه انا كيف ممكن اوصل يعني، حتى طبعاً طبعاً. الوقت كمان بدك تختصره، فبده جهد. كل شيء كل شيء له وقته، بحكي مثلا اليوم بحكي بشيء، بكره بحكي بشيء، شوي شوي يعني. شفت انت هيك حواليك من رفقاتك البنات او الشباب انه هن عم يمثلوا، بس بيمثلوا بطريقه يعني انه الكل. انا اول واحد، انا اول واحد ممثل رده الفعل الاولى. ما يمكن انا عكس العالم، ما بعرف، انا بالنهايه ما بعرف مثل، بعرف مثل بالبدايه. ايه بالنهايه ما بعرف مثل ابدا. القفله ما عم تزبط يا عيني عليك. بتورط حالك بشغله بعدين ما تزبط. مو بعرف، فشلت ما فشلت. انا درست جامعه اربع سنين، بتعرف جامعه كيف، شو بتتعرض شو كذا، كتير عرفت. بس مرة واحدة بلشت بعفوية، أيوة، وانتهت تقريبا شبه فشل. وبس هي هي يعني، هي هي اللي عم احكي لك عنها يعني. مع شاب ولا مع بنت؟ خطيبتي. بصير الواحد بقى يكون عنده هون المقومات انه يقول يلا بننسى بنبدا. لا 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 خلاص، ما اخذتها ما باخذ غيرها، حبها لا. ما عم تاجر انا، ولا عم اشتري، ولا بدي اكسب شيء انا، ولا بدي اخسر كمان. هي هي الله كتب نصيب، صرت امن بالنصيب، ما كنت امن فيه. بس هيك بتخسر انت الزمن خلص. شو ربحان هلا؟ هلا لو هي مو موجوده انا شو ربحان؟ لا بس اذا انتقلت لمرحله ثانيه لوحده ثانيه. لا 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 ما بقبل خلص، ما بقبل، ما بتقبل يعني. انت صعب عليك يعني، بس ما بدك تعمل محاولات؟ ولا لا ولا محاولات ولا شيء يعني، لدرجه ما في شيء اسمه محاولات، انتهى كل شيء خلاص.
حتى لو كان الحق عليها مو الظرف مثلا او اهلها او كذا اذا بتتجوز تمام والله بيكتب نصيب بعدين امين يعني نعم بالله والله هو هذا الحب هيك يعني بده تضحية يعني انت عم بس انت عم هلا عم تحسبها حطيت ببالك يوم من الايام بدك تندم يعني ممكن اندم على هذا الموقف يعني او هذا التصرف او لا مو حاطط بحسابي وعرفان حالي بعرف حالي قد ما شفنا عشنا وشفنا ما خلص صرنا نعرف شو اللي مندم عليه شو اللي لا ايه بشتغل بسعى كل شيء بأسس حياتي لكن هذا الموضوع خلص منتهي طيب قبل شوي شو قال قال انا امنت بالنصيب فما بتعرف النصيب انت بيجي مرة تانية النصيب اذا هي نصيب بخصة الها اذا هي الي او مو الي هذا هو النصيب ما زبط ايه غير في نصيب تاني بيكون ما بدي ما بدي شو بدي فيه شو بدي فيه يعني ليك مسألة الزواج انا من زمان يقولوا لي انه كنت صغير وصرت شاب وصرت مراهق كل شيء يقولوا لي انه بكره تتجوز بكره ما بصير تخجل ما بصير اقول لهم انا مو خجل ما بخجل انا بس ما بدي فلما لقيت وحده احس حالي مع ببيت بغرفه احس حالي شوف حالي مع كل حالاتي لقيتها مش الحال لما اذا الله ما كتب له نصيب خلاص ما بقى بدي ليكون انت يعني مثلا شايف القصة هي فيها صعوبة فوقت اللي فت فيها ما زبطت فالمحاولة الثانية كمان بدها جهد وتعب بلاها خلصنا هون وقفنا صدقني ناجحة بكل المقاييس وناجح مني وناجحة منا هي حتى ولو صار مشاكل هي ما لها علاقة العلاقة بالاهل يعني ما بعرف اذا الشاشة هي بتوصل كلام لجوات سوريا نحن ما طلعنا بكيفنا نحن طلعنا إجباري عنا أنا بحياتي كلها سمعت نصيحة واحدة إني أطلع ويا ريت ما طلعت بس هذا إيه يا ريت ما طلعت يا ريت ما طلعت إيه؟ هذا سبب اللي خلى الناس تدخل وتسبب مشاكل وتنهي شيء كان ممكن يكون مؤسسة طيب نتمنى لك التوفيق شكرا ان شاء الله هيك تلاقي نصيبك اللي انت مختاره هلا انت مختار نصيبك ما يلا ان شاء الله تخرجت من الجامعه تخرجت الف مبروك الله يبارك فيك شو بالحياه هلا عم تشتغل هلا ما استفدت من شهادتي عم اشتغل بال يعني بضاعه اروج بضاعه ابيع على الانترنت الله يعطيك العافيه شو اسمك احمد هلا احمد شكرا على قص على قص على فرم على فرم والله يعني كلهم يجيبوا الطابل يفرموا من بعيد فكرتك تركي لحالي شو والله حلو انه هون لا يمكن انا اخذت السيستم دغري دغري بس بتعرف فكره حلوه انه الواحد اذا بده يقص وبده يعمل يعني محل هون ضمن المول موجود يعني خدمه وبنفس الوقت يعني والله يعني احنا على هذا الاساس انه كان فتحنا للمحل هون يعني بهالمبدا هذا محلات كلها شفت انه البسه معظمها البسه بقى صار انه يعني مضطر انه تكون في محل للتقصيرات او التصليحات مثلا ما في مول فيه هيك شيء يعني ما شفنا اول مره بنشوفه هو بس حلو الفكره انه كذا مول فتح يعني كسوريين طبعا عم بحكي انا يعني عم يفتح على مبدا انه مول كذا لازم يكون في خياط يعني فكره جديده مثل ما عم تقول يعني انه المولات ما فيها هيك يعني بس كترتيب جديد يعني صارت على هذا المبدا خدمه يعني الواحد بيجي بيلاقي بيقصر وبيقيم وبيحط ممكن يعني انه يقصر وكذا ويعني ياخذ قطعته وتلاقيها جاهزه ويطلع فيها مباشره يعني الفوت لعند الدوماني حلو واشتري شو؟ لسه ما قلنا شيء يعني اذا فيها كفايه قول اشتري من عند الزملكاوي ليش بقى شلون هيك صارت؟ لانه ابن عمه لسه قبامك لا اله الا الله هلا يمد الشريط هيك لا طب كل ما قربت عم تبعد انت اصلا ثبتت بارنتي ليش عم تنسحب؟ والله ما بننسحب الحمد لله نحن مكان صامدون حلو البضاعة عندك يعني الحمد لله طالما التعامل مع الأطفال بصير هيك القصة يعني عم نشوف نحن المطلوب للسوريين يعني البضاعة التركية إن شاء الله ويعني عم نلبي حاجتهم نحن مخيط شوي ديارة بيبي على أيدنا هي ديارة سورية طبعا أيوه. لأنه هي مو موجودة كلها نحن مخيط على أيدنا أنت هون ماسك الأمور كلها ولا صلاحيات نص ونص؟ لا أنا صاحب المحل أنت صاحب المحل حلو بتعرف اللي داخل واللي فايت واللي خارج كل شيء بايدي الحمد لله فالقرار عندك فالقرار عندي ان شاء الله والله هي مسؤوليه اي والله مسؤوليه وتعب بس بده يسوي الواحد هيك الدنيا كلها تعب لا حلو التعب يعني بس مسؤوليه يعني انه لحالك هيك الوقت ما بتحسن تتحرك تحوس يعني منظم وقتي انا مسوى ورشه مع محل بس يعني واحد ما لا في عطله ولا في شيء ولا في هيك والغربه بتعرف ما في عطله لا والغربه بتعرف انت شلون ركد وبركد
والسوريين شاطرين وقت اللي بياخذوا موديل كيف يضبطوه كيف يسووا بيضبطوه. بعدين هي القطعه السوريه يعني هو السوري متعود عليها يعني بده مثلها. هلا مثلا ايام بيجي بنزل قطعه تركيه, احنا بيجي السوري بيقول لك هي قطعه تركيه بدي قطعه قريبه على السوري, يعني مثل ما السيستم ماشيين عليه. هذا احنا بنحاول ننزل القطعه السوريه هي الارغب والاشغل يعني, وتكون مناسبه لاسعار السوريين يعني اوضاع السوريين. وفي عندنا الثقيل, في عندنا الوسط, في عندنا الشعبي, يعني حسب السوق من سوق. اخذنا بالحكي ما خلينا نسال ولا سؤال, حكى كل شيء. الله يعطيك العافيه. ليك بيضحك وبيحكي سوا. بأي صف أحمان؟ بأي صف؟ صف السابع, رجعت على السابع. الله, هل هيك جاي زيارة لعند أبوك يعني ولا؟ لا, عطوه بشتغل عنه. أوه, تحب الشغل؟ ايه بحب الشغل. بس المدرسة أهم والله. ايه صح, المدرسة أهم. هيك وهيك يعني. تحب الشهرة؟ ايه بحب الشهرة. انت بشو بالحياة ممكن تشتغل لك شي شغلة هيك تنعرف فيها؟ اليوتيوب. ايه باليوتيوب. شو بدك تحط باليوتيوب لتنعرف؟ قناة العاب وكل شيء. تعمل مذيع مثلا؟ ايه يعني اغاني, انشودات, كل شيء. شو الطريقة اللي ممكن هيك تكتر جمهورك هيك برأيك انت مثلا؟ تحديات. تحديات مثلا؟ تحدي 60 ثانية. 60 ثانية شو بتساوي فيها؟ بتاخد اخوك او شيء على الالعاب بلاي ستيشن هيك, بتخليه ب 60 ثانيه ياخذ شو ما بده. هاي شغله. ايه. شغله ثانيه في افكار لازم يكون مو. ايه تحدي الاكل, مين بخلص الاكل بسرعه. ما فكرت يوم من الايام احمد هيك تفتح حديث مع الجمهور تزبط يعني قصه حياتي ولا لا؟ بتحكي عن قصه حياتك؟ ايه. ايه اذا حكيت قصه حياتك باليوتيوب شو الجمهور شو بيساوي؟ بيزداد أكتر برأيي. قصة حياتك غريبة؟ ايه غريبة. عجيبة؟ ايه. لخصها بكلمتين يلا نشوف. ما دام بدي احكي هلا. مو وقتها؟ لا مو وقتها. توعدنا بوقت تاني تحكيها؟ وعد. مرحلة بتمر يعني ولا هذا الشغل للمستقبل هو المطلوب؟ ان شاء الله باذن الله مستمرين باذن الله تعالى, والله يفرج على بلادنا وعلى سوريا ان شاء الله. ان شاء الله يرجع واحد برات بلده, اكيد ما في يعني احسن من بلده. اكيد ما بيرتاح الا ببلده. اي نعم الحمد لله رب العالمين. بس شو بيمنع يعني اذا الامور صارت بخير وصار عنده شغل هون وهون ما بيمنع؟ الحمد لله. الامور تمام الحمد لله. اذا كبروا الاولاد هون وتعودوا على شيء صارت القصه. اكيد نعم تمام. هلا نحن والله بالنسبه لنا للاولاد الحمد لله بالمدارس هلا وعم يتاقلموا شوي شوي ويعرفوا يحكوا, اما نحن بالنسبه يوك ولا ابدا الحمد لله. اذا طولت مشكله نعم. يعني بصيروا تعودوا الاولاد على شيء صعب تقنعهم. نعم نحن الحمد لله عدنا بمنطقه هون كلنا سوريين وكلنا اهل ان شاء الله, والحمد لله الله مفضلها يعني, والشغل الحمد لله ماشي الحال. بس طبعا برجع بقول لك برات سوريا ما في يعني. حكيت؟ انا لا ولا ما حكيت؟ ما خلى ستر مغطى, ما خلى شيء ما حكى. طبعا كل شيء بالمني. هلا ما حكينا شو حكى بس يا حرام. هلا ما حكينا شيء لسه. لسه اول ما حكى كلمتين انا الصغار اخذوني لعندهم فتركته نسيته, فدورت عليه ما لقيته, طلعت انت اخذتي. لكن البركة قلت له كل الأولاد إلك؟ قال لي إيه يعني معظمهم. عبد الرحمن, عمر, ومحمد نور. الله يسلمهم. أول ما شفته قلت له منيح ابتسامتك هيك عريضة. وأنت نفس الشيء. يلا هيك يلا خليكم لبعض. الله يسلمك يا رب. بحب بطنه ولا؟ نعم. يعني موضوع الأكل كيف؟ بنقي. بحب بطنه. بنقي. الفروج. في حدا ما بيحب بطنه يا أستاذ؟ والله هو في كثير ناس لا ما بتهتم بالقصه خاصه الشباب يعني. لا. انه اي شيء المهم نعبي البطن. ضمان اكله طيبه ما بنحسن يا استاذ. يعني الرجال اللي بينع على الاكل شوي بصعب ما بيكون حسب المراه. اذا المراه نفسها طيبه الاكل بيطلع الوجبه طيبه ما بدك من الا اذا نفسها يعني طيب على الاكل. كل يوم بدها تطبخ اجمالي. كل يوم تطبخ اذا الواحد عنده عيله. اذا ما كل يوم كل يوم يوم, يوم لا ما بيجيب يعني جاهز؟ جاهز مبلا من جي. امتى؟ نطبخ. امتى بيجيب جاهز؟ يومي ما بكون طابخة. وانت على طول بتطبخي؟ نطبخ يوم هيك يوم هيك حسب.
شو بدك؟ بدي تحكي. يلا تعالي لشوف. اخر العنقود. اخر العنقود محمد نور. اهلا وسهلا. الله يسلم يا رب. معك استاذ. ليك ليك بتضحك. خربان حاله عم يتصور. صورينا منيحة. إذا ما زبطت الصورة بعدين بنتلبس. الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.